بداية أستاذ أحمد، كيف يتم تقديم على راتب الرعاية الاجتماعية وما هي الجهة المستهدفة في هذا التقديم؟ أولا قانون 11 لسنة 2014 حدد الفئات وحدد آلية التقديم. آلية التقديم هي 2014 سنة 2014 عندما أصدر القانون أن يكون التقديم الكتروني بسبب ما تطور إليه المنطقة وما طورت إليها البلد، أنه يكون التقديم الكتروني وتفتح فترات معينة للتقديم على بوابة التقديم، وأكو هناك آخر من التقديم وهو التقديم الورقي بسبب مثل احنا نسميه عندما تكون شلون نقول احنا مثلا هو ما قدم بذيك الفترة، صار عنده خلل، مريض بسبب بعد عنده فد معوقات فتح باب آخر وهو بوابة يسمونه الشبكة تصل إليك أو وطني يحميني. فوطني يحميني هو من خلال تقديم مناشدة أو تقديم طلب إلى السيد الوزير، وهي حصريا بأمر السيد الوزير، وعن طريق مرات عن طريق النواب، فلذلك هو باب آخر من بوابة التقديم على شبكة الحماية الاجتماعية، تشمل هذا الفئات اللي حددها القانون 11، وهي فئة أسرة معدومة التدخل، عاطل عن العمل، وأسرة العاجز، وأسرة احتياجاتها الخاصة، وفئة الفئات الأخرى هي تشمل النساء العاجز، زوجة السجين والمطلقة والأرملة والباكر، هي تجاوزت 35 من العمر. وإضافة إلى في 2024 بسبب انه مرض السكري، وهي التفاته يعني من الحكومه العراقيه ومن قبل المنظمات المهتمه بامراض السكر، فتحوا فئه اخرى اضافوا الى القانون وهي فئه اطفال السكر اليتامى هو فئه قديمه، هي نص عليه القانون عندما صوت عليه في 2014، واليتيم هو من ضمن الفئات المسموح. هذا التقديم يكون الكتروني استاذ احمد لو حضوري؟ هذا الكتروني تقديم الكتروني. اكو بوابه خاصه تفتحه الوزاره من خلال الفترات عندما تحس انه تحتاج الى وجود تخصيص مالي. الان احنا في قاعه بيانات العراق، هي قاعدة تتجاوز 2 مليون شخص، وتقريبا تتجاوز 7 مليون فرد على مستوى الأفراد، وهي نسبة عالية هي لم تصل إليها الوزارة في كل الفترات، أنه أكبر عدد حاليا وهو 2 مليون مستفيد يستلمون إعانة اجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يعني حاليا احنا التقديم مقلق حاليا، لكن النساء مفتوح بسبب ما ظروف النساء هي حالات قابلة للتغيير ومستمرة بالتغيير، يعني كمطلقة وتتحول إلى أرملة وتتحول من أرملة إلى، يعني في هذه الحالة فهي هذه الحالات. طيب هذه البوابات أستاذ أحمد، يعني لما تفتح وحق المواطن أنه يقدم عليها، تكون من قبلكم لو من قبل الوزارة؟ الوزارة هي تفتح البوابة وهي سهلة بالتقديم، ويقدر الشخص في بيته يقدم من خلال الهاتف، من خلال مكتب موبايل أو مكتب استنساخ، يقدر يقدم ومن خلال يستلم الاستمارة، وبعدها الوزارة تنزلها على النظام وترسل إلى الأقسام في المحافظات لإجراء المسح الميداني، وهو إجراء مسح ميداني من قبل الباحثين، وهي زودت تقريبا كافة الأقسام بباحثين كافين لعملية المسح الميداني عندما يكون التقديم. فإحنا في حاليا القسم وأقسام الأخرى أنه الوزارة زودتنا بباحثين عدد كافي لإجراء أي عملية مسح. إحنا في 2023 أجرينا مسح لتقريبا الأولوية تكون للإناث أكثر من الرجال؟ لا، إحنا هذه الأولوية الوزارة تحدد، عندنا لكن الوزارة مهتمة احنا نقول بذوي الجانب النسوي، لا مهتمه باصحاب الاحتياجات الخاصه، ومهتمه باليتامى، ومهتمه بهذه الفئات.